قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. منذ أكثر من 30 عاما، 3 مرات كل أسبوع، يقود أحمد الميسوري شاحنته على الطريق الوطنية التي تربط طنجة بالدار البيضاء، يحمل البضائع لحساب تجار من طنجة، وكذلك صارت له علاقات مع تجار من الدار البيضاء ومن مدن أخرى، ومع سائق شاحنات مثله من جهات مختلفة من المغرب. وقد اعتاد صاحبنا على التوقف في محطات معلومة لديه ليأخذ قسطا من الراحة أو ليتناول طعامه، وكان في أغلب الأحيان يسافر وحيدا، إلا أن يطلب منه أحدهم أن يصحبه معه إلى الرباط لقضاء مآرب له هناك. لم يكن فجر 10 مايو من العام 2012 مختلفا. خرج من منزله، عرج على مسجد الحي وأدى صلاة الصبح، ثم مضى إلى موقف السيارات حيث دأب على ركن شاحنته، ألقى بالسلام إلى العرب حارس السيارات، وهش على الكلب الذي جاء يبصبص بذنبه، صعد إلى المقصورة وجلس خلف المقود دون أن يقفل الباب، أدار المحرك، ثم نزل يمسح الواقية الزجاجية من الندى الذي كساها. دوران المحرك يتسارع. بالنسبة لأحمد الميسوري ينبغي أن يكون التسخين كاملا. اقترب من الكوخ الذي يحتبي به الحارس ودفع إليه أجر تلك الليلة. كان الحارس قد أعد براد شاي، قدم له كأسا، تسلمه شاكرا، ومن جيب معطفه أخرج علبة سجائر وقدمها للحارس. تبادلا الحديث حول حالة الجو وحول أمور أخرى، يعلمان يقينا أنها ليست ذات أهمية، الأسرار والأمور الخاصة يحتفظ بها كل واحد لنفسه. كانت الشاحنة محملة بمتلاشيات من الحديد، على أحمد الميسوري أن يفرغها في مستودع بالدار البيضاء قبل 3 PM ليتوجه بعد ذلك إلى درب عمر ليحمل طرودا لتجار في طنجة. ودع الحارس العربي، تسلق إلى مقصورة الشاحنة وانطلق. من جهاز الراديو يأتي صوت يرتل القرآن، الحركة لم تبلغ مداها بعد، يحرص على أن لا يتعدى السرعة المسموح بها. قبل أسابيع كان عليه أن يدفع غرامة بعد أن ضبط متجاوزا السرعة القانونية. لما بلغ الغابة الدبلوماسية، رأى رجلا يقف على جانب الطريق وقد وضع عند قدميه حقيبة، لوح له بيده يطلب منه التوقف، بدا له كهلا، أوحت إليه هيئته بأنه قروي من المنطقة، تجاوزه بعدة أمتار، ولما رأى الرجل ومضى إشارة الاتجاه إلى اليمين حمل حقيبته وجاء يسرع الخطى. لما توقفت الشاحنة تسلق من الجانب الأيمن، سأله أحمد أين يريد، رد الرجل بصوت به بحة أنه يريد الذهاب إلى العرائش. صمت السائق قليلا ثم أذن له بالصعود، فتح الباب وتسلق بسرعة لافتة وجلس ووضع الحقيبة على ركبتيه. انطلقت الشاحنة، عم الصمت إلا من موسيقى تأتي من جهاز الراديو، ثم سأله أحمد عن اسمه ومن أين أتى. التفت إليه الرجل الذي يعتمر طربوشا صوفيا وقال إنه من وزان ولكنه يقيم في العرائش وإن اسمه عبد الملك. انتبه أحمد الميسوري إلى ما قاله الرجل، ثم عاد يسأله كيف وصل إلى الغابة الدبلوماسية من حيث حمله. رد سريعا وكأنه كان ينتظر ذلك السؤال بأن سائق سيارة حمله من قنطرة بن ديبان على طريق الرباط وأنزله حيث كان يقف، لأنه كان متوجها إلى قرية حجر حل. بدا مستقيما كل ما قاله، ثم إن السائق بابتسامة امتزجت بكحة سأله عما يحمله في تلك الحقيبة. لا شيء، رد الرجل، أضاف أن بها ملابسه وبعض أغراضه الشخصية لا غير. ابتسم بدوره وأضاف وهو ينظر إلى أحمد، لا تخش شيئا يا سيدي. كان السائق يركز انتباهه على الطريق. لما اقترب من قنطرة واتهدارت كان ضوء الشمس قد ملأ الأفق،
اجتازت الشاحنة الجسر، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار حاجز للدرك الملكي. خفض أحمد السرعة ثم توقف عند الحاجز، أشار إليه الدركي أن يتوقف على أقصى اليمين، امتثل. كان يرى في المرآة العاكسة الدركي يقبل نحو الشاحنة بالتفاتة سريعة جهة الذي حمله، ذاك الذي قال إنه من وزان بدا له مضطربا. طلب الدركي أوراق الشاحنة، سلمه أحمد إياها، تفحصها الدركي ثم مضى يلف حول الشاحنة يراقبها، ولما بدا له كل شيء كما ينبغي أعاد إليه الأوراق. نظر مليا إلى وجه الذي بجانبه ثم أشار إليه بمواصلة الطريق. مرة أخرى نظر أحمد جهة الرجل الذي برفقته، بدا له وكأنه تنفس الصعداء. لما بلغت سرعة الشاحنة مداها ألقى أحمد بما كان يدور في ذهنه: لاحظت أنك كنت خائفا لما استوقفنا رجال الدرك. وليخفف من وقع كلامه ذاك أطلق ضحكة أعقبتها كحة، ضحك الذي بجانبه، ولكن أحمد كان موقنا بأن ضحكته تلك كانت ضحكة ظاهرة ربما تخفي الكثير. سمع وسوسة تأتي من أعماقه تعاتبه على حمله هذا الرجل. عاد تلك الضحكة، لم يرد عبد المالك على ما قاله أحمد، عاد يسأله: ألم تكن خائفا؟ لا لا، مما تريدني أن أخاف؟ حاول أن يرسل ضحكة جديدة ولكنه لم يقوى على ذلك، وأيقن أحمد أن الرجل يخفي شيئا ما. تساءل عما إذا كان قد ورط نفسه في أمر لا يعنيه. لا زال يضع الحقيبة على ركبتيه، وفي ذلك ما يقوي شكوكه. آه لو يعرف حقا ما في داخل تلك الحقيبة، آه لو يعلم. الشاحنة تقترب من أصيلة، محركها يصدر صوتا يساير سرعتها. ما يريده أحمد الميسوري حقا أن يعرف، وبعد ذلك أن يتصرف. وحتى لا يثير انتباه الرجل، عبد المالك الذي قال إنه من وزان سأله عن الزيت وعن الزيتون. ابتسم الرجل وقال إنه لم يذهب إلى وزان منذ عدة أعوام لأن انشغالاته في العرائش كثيرة. لم يذكر شيئا عن انشغالاته تلك، ولذلك سأله أحمد عن عمله. ودرءا لكل أسئلة أخرى فيما يبدو قال إنه سمسار. صمت قليلا وأضاف: إذا أردت عقارا في العرائش أو في نواحيها فأنا على استعداد لمساعدتك. لا شكرا. تجاوزت الشاحنة دراجة نارية للدرك الملكي ثم ثانية، عادت أعراض الاضطراب تظهر على الرجل. تجاوزت الشاحنة حاجزا للشرطة في مدخل مدينة أصيلة ووصلت طريقها. أصيلة لم تستيقظ بالكامل بعد. فاجأ الرجل أحمد إذ قال إنه ربما كان أفضل له أن ينزل في أصيلة. لا تقلق، سأبلغك إلى وجهتك في العرائش. صمت الرجل، الشاحنة تبتعد شيئا فشيئا عن أصيلة. ثم نقطة مراقبة للدرك، على السائق أن يتمهل. بدأ يخفض سرعته، سمع صوت الفرامل، وعلى بعد نحو 20 مترا من العلامة التي تشير إلى نقطة المراقبة فتح الرجل الباب، ألقى بحقيبته ثم قفز من الشاحنة. كان ما قام به مفاجئا لأحمد، تبين له أن الرجل لم يكن نقي السريرة. حاول أحد الدركيين اللحاق به ولكنه اختفى بين الأشجار. طلب من أحمد أن يركن شاحنته على جانب الطريق. تقدم نحوه رجل الدرك، طلب منه وثائق الشاحنة، يحاول أن يحافظ على هدوئه. لما سئل عن الرجل أجاب بأنه استوقفه عند الغابة الدبلوماسية فحمله. أضاف أن كل ما عرفه عنه ما قاله له، قال إن اسمه عبد المالك وإنه يقيم في العرائش ولكنه ينحدر من وزان. من جهاز اللاسلكي جاء صوت يقول إنه ترك الحقيبة وهرب. أدرك أحمد أن المتحدث هو الدركي الذي لاحق الهارب. صار أحمد يشك الآن في إمكانية الوصول إلى الدار البيضاء في الأجل الذي حدده لنفسه. لم يكن لديه ما يضيفه إلى ما قاله آنفا.
لا معرفة له بالرجل الهارب إلا ما قاله. أحس بالندم على حمله معه، يعلم أنه سيكون عليه أن يثبت أنه لا علاقة له بهذا الرجل، يدعو الله في قرارة نفسه أن ينجيه. وبينما كان رجلا الدرك يتفقدان الشاحنة من بعيد من الجهة نفسها التي فر إليها الرجل، ظهرت مجموعة من الأشخاص يتبعهم أطفال يهرولون نحو نقطة المراقبة التابعة للدرك. ولما اقتربت المجموعة تبين أحمد سريعا وجه الهارب، أحس بارتياح فقد يتمكن من مواصلة رحلته. أمسك بالرجل وتم تصفيده، سمح لأحمد بمواصلة رحلته إلى الدار البيضاء بعد أن أقر الهارب بأنه لا علاقة له به إلا أنه حمله بعد أن استوقفه. مع ذلك كان على أحمد الميسوري أن يتقدم إلى مركز الدرك بطنجة فور عودته من الدار البيضاء. أفرغ حمولته وقد وصل متأخرا بثلاث ساعات، نظف الشاحنة وحملها بالطرود الخاصة بتجار طنجة وقفل عائدا. وصل في حدود 1:30 صباحا في موقف السيارات حيث يركن شاحنته، حكى للعربي ما جرى. لم يذهب إلى منزله، بعد ساعات 3 مضى ينزل البضاعة التي جاء بها من الدار البيضاء في وجهاتها، وفي حدود 9:30 توجه إلى قيادة الدرك وأدلى بإفادته. علم لاحقا أن الرجل الذي حمله معه من جانب الطريق عند الغابة الدبلوماسية كان يحمل في حقيبته تلك 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرة، ومبلغا ماليا يزيد على 700,000 درهم. لم يكن اسمه عبد المالك كما زعم، ولم يكن يقيم في العرائش، ولا هو ينحدر من وزان. اسمه الحقيقي بوشت الحرارني، يسكن تونات، وكان مبحوثا عنه في قضايا تهريب وترويج المخدرات. إلى زمن قريب قبل افتتاح الطريق الساحلية، كان مركز باب الرد على الطريق بين شفشاون والحسيمة محطة استراحة للمسافرين. خلال أشهر العطلة الصيفية يعرف المركز اكتظاظا، ويعسر العثور على طاولة في واحد من المطاعم الشعبية التي اصطفت على جانبي الطريق. في فصل الشتاء حين تتساقط الثلوج ينكفئ المركز على نفسه وتقل الحركة. إلى زمن قريب كان الناس في باب الرد يتعارفون، هم أبناء مداشر وقرى مجاورة، غالبا ما كانت بينهم روابط قرابة ومصاهرة أو عداوات قديمة لم يظفر أصحابها بثأر. الأجيال التي نشأت على استعمال السيارات رباعية الدفع بدل الدواب تعد حكايات العداوات تلك من أساطير الأولين، ولا توليها كبير اهتمام في الظاهر على الأقل. الذين عبروا من باب الرد صيفا لمسوا جو الزحام الذي يعم حول المطاعم حين تتوقف الحافلات الماضية إلى الحسيمة أو الناظور، وحين تتوقف سيارات النقل السري التي تنافسها. حين يلتقي الزحام بحرارة تأتي من الشمس ومن الصخر والإسمنت المسلح الذي اكتسح المكان، لكم أن تتصوروا المشهد. هو المشهد ذاته الذي ظهر فيه وجه جديد يتسول المسافرين دريهمات، ومن المطاعم ما يفضل في صحون الزبناء. لم يكن وجها من متجر قريب، ولا قال أحد إنه يعرفه. أغلب الناس في مركز باب الرد لم ينتبهوا إلى وجوده إلا بعد أن انقضى صيف العام 2000، وجاءت طلائع خريف يبشر بشتاء تكهن الفلاحون ممن يعرفون منازل القمر بأنه سيكون باردا. في البدء لم يسأل عنه أحد، ثم لما بدأت تخف الحركة ولم يعد زحام في باب الرد ولا حول مطاعمها صار حضوره يستفز الفضول. كان الرجل الذي قدر بعضهم أن يكون في 30 يختفي قبل أن يجن الظلام. لم يكن يكلمه أحد ولا أحد يكلمه. يذكر عبد الله بران الذي يعمل مساعد جزار أنه سأل الغريب مرة عن اسمه، قال إنه ظل يحملق في وجهه بعينين شاردتين ثم ألقى بكلمة شماعية. بالنسبة لعبد الله ذي 23 ربيعا
فإن تلك الكلمة لم تكن تعني شيئاً، وكذلك صار ينادى على ذلك الشاب في البنية الضئيلة الشمعة، وصار مع مرور الوقت يستجيب لمن يناديه بذلك الاسم، ولم يعد ينهره كثيرون ممن كانوا يفعلون من الندل والمستخدمين في المقاهي والمطاعم، بل إن منهم من صار يحتفظ له بما يفضل من طعام. في أواسط شتنبر سقطت الأمطار الأولى على باب برد، الملابس التي يرتديها الشمعة اتسخت ولن تجدي نفعا في مواجهة برد قارس لم ير مثله قط. من القلائل الذين يعلمون أين يأوي الشمعة حين يأتي المساء رجل يناديه الجميع بعم حميد، يسكن غير بعيد عن الطريق الرئيسية التي تخترق باب برد. لم يكن من ملاك المطاعم، ولكنه كان ميسور الحال ينفق بلا إفراط أو إسراف. عدا المنزل الذي يسكنه كان عم حميد يملك أرضا يحدها منتزه تزلفين بها حظيرة خريبة كانت تستعمل ذات زمن لإيواء المواشي. مر من هناك قبل بضعة أسابيع فاكتشف الشمعة نائما فيما بقي قائما من تلك الحظيرة، وقد افترشت ابنا أتى به من كومة كانت في الجوار لم يقظ. يظن عموم الناس في باب الرد أن الشمعة مجنون أتى من مكان لا يعلمه إلا الله، ولكن عم حميد الرجل الطيب قرر أن يعامل ذلك الشاب معاملة مختلفة. وكذلك اكتشف الشمعة ذات مساء من أواخر شتنبر أن أحدهم جاء بقطع من البلاستيك وأغلق تلك الفتحات التي كانت نوافذ. اكتشف الشمعة أيضا بطانيات قديمة في ركن من المكان، وفي قفة نسجت من الدوم كمية من التين المجفف. ليلتها أحس الشمعة بدفء افتقده منذ فترة. كان الشاب الغريب يغيب عن الشارع في باب برد حين تكون الأمطار غزيرة، ولعله اعتاد أن يجد في ذلك الركن من البناء الخراب الذي يأوي إليه بعض الطعام من حين إلى آخر. في أوائل نوفمبر نزلت الثلوج الأولى، يعني له ذلك أنه لن يستطيع أن يبرح مكانه. في القفة بقية من شريحة، لم يتصور يومها أن يأتي أحد إلى ذلك البناء الخرب المحاذي لمنتزه تزلفين. كان الليل باردا، وكانت الكلاب في الجوار تنبح نباحا يشبه عواء الذئاب. لعله لن ينسى تلك الليلة. في الصباح قبل أن ينهض من مكانه سمع وقع خطى داخل محيط الخربة، لف جسمه الهزيل بالبطانيات وترك فتحة تسع أنفه ليتنفس وعينيه ليرى. وقع الخطى يقترب، يسمع الحشائش المبتلة تنثني تحت رجلي القادم، ثم توقف الخطو. من مكانه يسمع لهاث الذي دخل الخربة، ثم استؤنف الخطو. بدا له أن الذي دخل يعرف مقصده. ثم في الفتحة الكبيرة التي تقوم مقام الباب ومن حيث يأتي ضوء الصباح وقف شبح بلا ملامح، جلابة صوفية بيضاء. ثم جاء صوت الشمعة، هل أنت هنا؟ لا جواب. غير بعيد انطلق مسترسلا نباح كلب. الشمعة لم يرد، وظل متكوما في بطانياته. أنا أعرف أنك هنا، لا تخف، أنا عم حميد. لا يشك في أن الشمعة ذاك الذي يقولون عنه مجنون يعرفه، لا يتوقع منه شرا. تقدم الجلباب الأبيض، ولما رآه الشمعة آت إليه استوى جالسا، ولكنه لم يغادر بطانياته. الآن صار يرى ملامح العم حميد الذي تقدم نحوه ثم جلس على ركبتيه. الجو بارد ليس كذلك؟ حرك رأسه موافقا. هل أكلت شيئا؟ لم يرد، وظل يحدق في وجه العم حميد. لا تخف، أنا هنا لأساعدك. قل لي يا ولدي، أنا أسمعهم ينادونك الشمعة، فما هو اسمك؟ لزم الصمت. أنفه احمر من البرد وعيناه تلمعان في عمق الفتحة التي تطلان منها. من كيس كتبت عليه بالأزرق ماركة دقيق قمح طري أخرج العم حميد خبزتي شعير، ثم قنينة بلاستيكية لمشروب غازي ملأها بزيت الزيتون،
ثم قال للشاب الذي لم يتحرك: هذا الخبز وهذه الزيت لمواجهة البرد، سآتيك بالمزيد إن رغبت في ذلك. أزاح الشاب الغطاء عن رأسه، ظهر وجهه كاملا، طال شعره وغطت وجهه لحية سوداء كثة. ما اسمك؟ كرر العم حميد قبل أن يضيف: من أين أتيت؟ حسب أن الشاب لن يرد عليه، ولكن المفاجأة حدثت. جاء صوته مبحوحا يقول: أنا عبد القادر، عبد القادر، أنا من الشماعية. ذهل العم حميد وهو يسمعه للمرة الأولى، ثم سأله: أين تقع الشماعية يا بني؟ في صوت العم حميد دفء لا يخفى: الشماعية بعيدة الآن. لم يرغب العم حميد في الإلحاح عليه، يعلم أنه سيعرف منه أكثر في مقبل الأيام. بعد ذلك اللقاء صار العم حميد الوحيد الذي يناديه باسمه عبد القادر، الآخرون ظلوا ينادونه الشمعة. جاءه العم حميد ببعض الحطب وأعطاه جلابة صوفية قديمة استغنى عنها، وفي كل مرة يزوره كان يأتيه بطعام وخبز يكفيه لبضعة أيام. كذلك استطاع الغريب أن يجتاز بسلام شتاء العام 2000. في فبراير من العام 2000، بينما كان الشاب يجول بين مطاعم مركز باب الرد، توقفت حافلة للمسافرين، وكان الشاب قد اعتاد أن يتسول المسافرين ما يشتري به بعضا مما يحتاج إليه. كان ينتظرهم وهم نازلون من الحافلة، أو يطوف عليهم وهم يجلسون إلى موائدهم في المطاعم. كان الوقت ظهرا ذاك 16 من فبراير حين توقفت تلك الحافلة. أعطاه بعض المسافرين دريهمات وصد عنه كثيرون، ثم فجأة جاءه صوت امرأة: عبد القادر. لم يلتفت، لعله لم يصدق أو هو لا يريد أن يصدق. عبد القادر. في المرة الثانية التفت، لم يرى أحدا، ولكن الصوت جاءه ثالثة يقول: أنا هنا، أنا هنا. رفع نظره من نافذة فتح جزءها الأعلى، وظهر له وجه لم يتعرف إليه. اختفى الوجه من النافذة، وفجأة ظهرت بباب الحافلة امرأة بها بدانة. ظل مكانه واقفا: ألم تعرفني؟ ولما لم يجب قالت له: أنا جارتكم ميلودا. ظل ينظر إليها مندهشا. أضافت المرأة: أمك تبحث عنك في كل مكان. لن أعود، قال لها، أنا لا أريد أن أسجن، أنا قتلته حتى تحيا هي في أمان وسلام. ضحكت المرأة، بدا مستغربا. مر بجواره أحدهم فناداه: الشمعة. ولكنه تجاهل النداء. اسمع يا عبد القادر، الرجل لم يمت، وقد طلقها وغادر الشماعية. قبل أن تكمل حديثها وقف عندهما العم حميد: هل عثرت على عائلتك يا عبد القادر؟ نظر إليه بعينين بهما دموع وعلى شفتيه ابتسامة تتمنع: نعم عمي حميد. وعد المرأة بالعودة إلى الشماعية وهي تركب الحافلة إلى الناظور. عصر ذلك اليوم جاء عنده العم حميد، جاءه بطعام وبلباس نظيف. يومها علم منه حكايته، علم منه أنه هرب من الشماعية بعد أن ظن أنه قتل زوج أمه الذي كان يذيقها مر الحياة بعد أن استحوذ على ما ورثته عن والده. قال إنه فضل التظاهر بالجنون حتى لا يسأله أحد، ولكنه اعترف للعم حميد بأن طيبوبته كسرت حصن الصمت الذي لاذ به. يملك العربي بن حدة المغترب الجزائري في فرنسا منزلا في حي ناس زبير في البرواغية، وكما مغتربين كثيرين كان الرجل الذي يبلغ الآن من العمر 50 يأتي كل صيف برفقة زوجته وأولاده الثلاثة لقضاء 2 أو 3 أسابيع في ذلك المنزل الذي ورثه عن والده. يقيم العربي بن حدة في مارسيليا، وكان كلما أتيحت له الفرصة يؤكد أن قدومه إلى الجزائر كل صيف الغاية منه ترسيخ حبها في نفوس أولاده، ولكن جيرانه والقليلين من أقاربه ممن لا زالوا في البرواغية
لاحظوا أن الرجل لم يعد للجزائر منذ بضعة أعوام. في العام 2005 كانت قد انقضت أو كادت تنقضي سنوات 5 على زيارته الأخيرة. وكما أن غيابه لفت الانتباه، فإن كثيرين من جيرانه في ناس الزبير لاحظوا قدومه المبكر ذلك العام، فقد رأوه وقد أصبح في منزله في 15 من مارس من ذلك العام. لم يستوقفهم كثيرا قدومه فردا، فقد تكون الدراسة أو مشاغل أخرى حالت دون قدوم الأولاد، ولكن غياب زوجته التي رافقته في كل زياراته السابقة أثار بعض الاستغراب. وعلى عكس ما كان يقوم به خلال السنوات الماضية، لاحظ الأقارب والجيران على حد سواء أن الرجل صار ميالا للعزلة. في المرات القليلة التي توقف فيها عند مقهى الحي لم تدم وقفاته سوى دقائق معدودات، لم يتناول خلالها شيئا برفقة من كانوا يعدونه صديقا. في كل مرة كان يبدو مستعجلا العودة إلى منزله، أحيانا يمر يومان أو 3 دون أن يغادر المنزل. لم يتح لأي كان فرصة ليسأله عن سبب قدومه بمفرده، ولم يجرؤ أي أحد على سؤاله، لعلهم يعلمون أنه لن يجيبهم، وحتى إذا ما أجابهم فإن رده سوف يحرجهم. ظن البعض من جيران العرب أنه لن يطول مكوثه بينهم، وأنه سيعود قريبا إلى مهجره بفرنسا، ولكنه وقد انقضى شهر كامل لم يعد. صار كل يؤول بطريقته الخاصة بقاء العرب بن حدة في البرواغية، وكان الأكثر شيوعا قولهم إنه رحل من فرنسا بعد أن أدين في قضية ما، وإن السنوات 5 التي غاب فيها إنما أمضى منها فترة ليست بالقصيرة في السجن. كانت عائلة زوجته سلوى همزاوي تسكن في حي واد القلات في البرواغية. لعل الفضوليين أغلبهم لم ينتبهوا إلى أن أي أحد من أصهاره لم يزره في منزله منذ أن وصل في منتصف مارس. ظن البعض أنه هو من ذهب لزيارتهم، وكذلك لم تلفت الانتباه رؤية أحد أصهاره وهو يغلق باب منزل العرب في 30 من أبريل من العام 2005. بعدها لم يظهر العرب بن حدة للعيان، ولم يلفت غيابه الانتباه، لعله غادر إلى فرنسا قال البعض. في مرسيليا معروفة هي في أوساط المغتربين الجزائريين عائلة بن حدة، يسكن العربي مع أسرته في غو دو بورتاي منذ سنوات طويلة منذ أن تزوج سلوى. في ذلك المنزل كبر أبناؤهما 3. لم يكن في حياة هذه الأسرة ما يثير إليها الانتباه. إلى سنوات قريبة كان العربي يعمل في شركة لتوزيع المرطبات، بينما كانت زوجته تعمل في مصنع للأدوية، وكان أولادهما 3 كريم وليلى وصابر يتابعون دراستهم، ولم تكن لديهم مشاكل تذكر حتى بعد أن فقد العربي عمله. في 5 ماي من العام 2005 تقدمت السيدة سلوى همزاوي إلى دائرة الشرطة التي يتبع لها مقر سكنها في مرسيليا، وأبلغت عن انقطاع أخبار زوجها بعد أن سافر إلى الجزائر. كان العربي كما مغتربين كثيرين حاملا للجنسية الفرنسية فضلا عن جنسيته الجزائرية. قالت السيدة سلوى إنها لا تعلم سببا لاختفاء زوجها بعد أن كان المقرر أن يعود في 25 من أبريل. قالت إن شقيقا لها مضى إلى السكن الذي يقيم به في البرواغية، ولكنه لم يجده هناك. بعد 3 أيام استقلت السيدة سلوى طائرة وغادرت إلى الجزائر. وصولها أثار الانتباه، وسارعت جارات لها في حي ناس الزبير تسألنها عن سبب قدومها. قالت إنها جاءت تبحث عن العربي زوجها الذي لم يعد إلى فرنسا، وسريعا كما تفعل النار في الهشيم انتشر خبر اختفاء العربي بن حدة. لم يكن يظهر على سلوى الحزن الذي كان يتوقعه البعض. غداة وصولها مضت إلى مركز الدرك الأقرب وأبلغت عن اختفاء زوجها العربي. قالت إنه وصل إلى البرواغية في 15 من مارس، وكان المنتظر أن يعود إلى فرنسا إلى مارسيليا حيث يقيم في 25 من أبريل. طبيعي أن تنطلق التحريات،
بدأ الباحثون بتجميع معلومات حول الفترة التي أقام فيها العربي في البرواغية. أغلب الذين نالهم البحث أكدوا أن الرجل على غير عادته لم يجالسهم كثيرا، وإنه كان كثيرا ما يبقى في منزله لأزيد من يومين. زار باحث منزل العربي في حي نس الزبير، ولكنه لم يرصد في البيت ما يثير الاهتمام. في الشهادات التي تم الحصول عليها شهادتان حظيتا باهتمام الباحثين. إحداها تقول إن صهرا للعربي شهد في 30 أبريل وهو يغلق باب منزله، وقد سئلت سلوى عما إذا كان شقيق لها زار العربي أثناء وجوده في البرواغية. أكدت المرأة أنها من اتصلت بأخيها وطلبت منه أن يذهب إلى المنزل ويوافيها بأسباب تخلف العربي عن موعد عودته إلى مارسيليا. أضافت أنه هو من أبلغها بأن الرجل غير موجود. قالت إنها اعتادت أن تترك لدى عائلتها نسخا من مفاتيح المنزل. الشهادة الثانية التي استوقفت الباحثين هي لصديق للعربي قال إن الشخص الوحيد الذي كان يلتقيه باستمرار خلال وجوده في البرواغية هو خميس بن قادر. لم يكن الرجل نكرا، فقد كان معروفا في البرواغية بالاتجار في السيارات المستعملة، ولكنه منذ فترة لم يعد يزاول تلك التجارة. يسكن خميس في وسط المدينة، ولعل ذلك ما جعل العربي يلتقيه باستمرار. ما كان يلفه الغموض في نظر عدد من الأصدقاء القدامى للعربي ذلك الميل الواضح للابتعاد عن حي ناس الزبير. في 18 ماي كانت قد انقضت 10 أيام على وصول سلوى إلى البرواغية تبحث عن زوجها. في ذلك اليوم قرع جرس منزلها، فتحت الباب فوجدت نفسها وجها لوجه مع رجل لم تره من قبل. تشي ملامحه بأنه تخطى 60 منذ زمن، ولم يكن السواد الذي برأسه ليخفي آثار الزمن على وجهه. سألها إن كانت سلوى زوجة العربي. لما ردت بالإيجاب قال لها إنه يريد تسلم المنزل. ذهلت المرأة لما يقوله، ولما رآها مستغربة ما يطلبه قال إنه اشترى المنزل من العربي بن حدة، وإنه دفع الثمن في فرنسا قبل إبرام عقد البيع في البرواغية. لما انتهى من كلامه قالت له سلوى إن العربي لم يبع البيت وإلا لكان قال لها. أضافت أن البيت ليس للبيع. نظر إليها الرجل ولعله لم يفطن إلى أنه أطال إليها النظر، ثم تراجع وهو يقول إنه سيعود غدا ومعه عقد البيع والمفاتيح. لما انصرف الرجل خرجت سلوى وذهبت إلى مركز الدرك وأبلغت عن الذي جاء يدعي أنه اشترى البيت من العربي الذي لم يظهر له أثر حتى الآن. وصفت لهم هيئة الرجل الذي ادعى أنه دفع الثمن في فرنسا وأنه أبرم العقد خلال وجود العربي في الجزائر. قالت أيضا إن الرجل وعد بالعودة في الغد ومعه عقد للبيع بل وحتى مفاتيح المنزل. كان فيما أفادت به سلوى ما يطرح ضرورة إيفاد من يراقب البيت. الذين أرسلوا للتحري حول حقيقة الأنشطة التي يزاولها خميس بعد أن تخلى عن الاتجار في السيارات المستعملة أكدوا في تقاريرهم أن الرجل في الظاهر صار يتعاطى السمسرة، وأنه ربما يخفي نشاطا آخر يتطلب الكشف عنه بعض الوقت. في اليوم التالي 19 ماي في تمام 11 ظهرا رأى الذين أوكلت إليهم مراقبة منزل العربي رجلا يقرع الجرس. كان منظره يطابق الأوصاف التي أدلت بها سلوى. اتصل فورا برئيسه. لم يكن مركز الدرك بعيدا. بعد دقائق حلت دورية بالمكان. أمسك بالرجل بينما كان يحاول استعمال مفاتيح كانت معه. احتج وسمع صراخه وشهد وهو يلوح بورقة ويقول هذا هو عقد الشراء، يكررها بلا توقف. لم يعد يسمع له صوت لما وضع في سيارة الدرك التي انطلقت. طلب من سلوى الحضور فورا إلى مركز الدرك. هو الرجل نفسه الذي جاء بالأمس يقول إنه يريد أن يتسلم المنزل. في العقد الذي معه والمسجل في البرواغية توقيعان، أحدهما منسوب للعربي بن حدة. قال الرجل الذي علم أن اسمه أحمد بن مراد
إنه يقيم في فرنسا وإنه اشترى المنزل من مالكه هناك ودفع له الثمن الذي يعترف في العقد بأنه قبضه. قال أيضا إنه ما حضر إلى الجزائر إلا لتوقيع العقد وتسلم المنزل. أضاف أن الذي توسط بينهما هو خميس بن قادر الذي حضر التوقيع على العقد. ما كان يهم الباحثين أن يفكوا لغز اختفاء العربي بن حدة، ويبدو لهم الآن أن اختفاءه مرتبط بهذه الصفقة. باغت أحد الباحثين خميس بأن سأله أين هو العربي. سافر إلى فرنسا مباشرة بعد توقيع العقد، كذلك رد. كانت المعلومات المتوفرة لدى الباحثين تفيد بأن العربي لم يغادر الجزائر. تم تطويق خميس بالأسئلة لما أبدى إصرارا على أن ما قاله هو الحقيقة. ولما قال له أحد الباحثين إن شريكه أحمد بن مراد اعترف بكل شيء، لم يتماسك طويلا وانهار. اعترف بأنه تخلص من العربي بأن جرعه في عصير بارد سما لم يمهله سوى دقائق، وأنه استولى على وثائقه واستأجر خدمات رجل بدا له شبيها به وقع على عقد البيع. عجز أحمد بن مراد عن تقديم ما يثبت أنه يقيم في فرنسا، وثبت أنه شريك خميس في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بغاية الاستحواذ على ممتلكات للضحية. كان عبد النبي ماسح الأحذية وجها مألوفا في ساحة التحرير بالعرائش. الرجل الذي يحمل سنوات عمره الأربعين يتخذ له مكانا في محيط الساحة، حيث يأتي زبائنه في ساعات الصباح خاصة. لا يستبدل وزرته الزرقاء التي يحرص على أن تكون نظيفة كما يحرص على أن يكون حذاؤه هو لامعا. جاء عبد النبي إلى ساحة التحرير منذ ما يزيد عن 25 عاما من قريته القريبة من الخضاضرة، ومن هناك استقدم زوجته التي رزق منها بنتا وثلاثة أولاد. يسكن عبد النبي منزلا صغيرا في حي شعبي بأطراف العرائش، يغادره صباحا ولا يعود إلا في المساء، ولذلك فإن عددا من جيرانه لا يعلمون عنه إلا القليل، بل منهم من لا يعرفه. حين كان يخلو إلى أولاده وقد بلغ الآن كبيرهما 16، كان لا يفتأ يكرر على مسامعهم حسرته لأن الظروف لم تسعفه ولم يتمكن من ولوج المدرسة. لم يكن يخفي طموحه في أن يراهم يبلغون المستويات العليا من الدراسة والتحصيل، ويبدي استعداده ليبذل الغالي والنفيس حتى يتحقق حلمه ذاك. في كل مرة يذكرهم بأنه مجرد ماسح للأحذية. لم يكن يحتاج إلى مزيد من التفصيل. استوعبوا الرسالة واهتموا بدراستهم وحرصوا على أن تكون مطالبهم أخف ما يمكن. ذات صباح من غشت من العام 2000، بينما كان عبد النبي يسلك شارع يعقوب المنصور في الطريق إلى ساحة التحرير، توقفت بمحاذاته سيارة بيضاء. أطل عليه السائق وطلب منه أن يدله على الطريق التي تفضي إلى الميناء. حاول عبد النبي أن يشرح له، ثم فاجأه الرجل الذي كانت تجلس إلى جانبه امرأة شقراء بأن طلب منه أن يركب معه ويدله على الطريق. لم يمانع عبد النبي، فتح الباب الخلفي وجلس. انطلقت السيارة بسرعة. اندهش عبد النبي للذي يحدث، طلب من السائق أن يتمهل، ولكنه لم يكترث لما يقوله. ثم ما لبث أن اكتشف أن الرجل لم يكن بحاجة إلى من يدله على الطريق. ظل صامتا يترقب الذي سيحدث. مرت السيارة مسرعة أمام بوابة الميناء، ثم أخذت وجهة الطريق الرئيسية. ولما رأى السائق وقد أخذ وجهة طنجة صاح: إلى أين أنت ذاهب؟ نظر السائق في المرآة العاكسة، ظهر لعبد النبي فمه وهو يرسم ابتسامة لئيمة. إلى أين أنت ذاهب؟ أنزلني هنا، أنزلني. التفتت إليه المرأة الشقراء، اكتشف أنها تحمل نظارتين طبيتين سميكتين. قالت له: ألا تحب أن تقوم معنا بجولة إلى طنجة؟ سنعيدك إلى العرائش بعد أن تنتهي النزهة. قبل أن يبلغوا الموقع الأثري للكسوس على بعد أمتار من الجسر حاجز للشرطة، تمهل السائق. فكر عبد النبي في الإلقاء بنفسه من السيارة، ولكن المرأة الشقراء بادرته بتحذير
أرته مصلا وقالت: إن حاولت النزول أو الصراخ أو قمت بأي حركة فسوف أحقنك بما في هذا المصل، هل تعلم ما بداخله؟ كان ينظر إليها بعينين رسمتا كل تعابير الدهشة. أضافت المرأة: إنه السم القاتل. قالتها وتبسمت: لا يصدق الذي يحدث. ثم مرت السيارة بحاجز الشرطة دون أن يتم إيقافها. ماذا تريدون مني؟ قال ماسح الأحذية. لا تستعجل، سوف تعلم يا... قل لي ما اسمك؟ عبد النبي. سوف تعلم يا عبد النبي. كانت السيارة تلتهم الإسفلت التهاما، لم يعد يفكر سوى في أسرته التي ستنتظر عودته في المساء. كان يرى أنه لن يعود، يستحضر كمن يودع أجمل الذكريات واللحظات التي كان فيها هو الأقوى. لم يكن مكبل اليدين ولا الرجلين، ولكنه يعلم أن الموت سيكون مآله إن هو ألقى بنفسه من السيارة. يعلم أنهم يقتربون الآن من خميس الساحل. فكر في الإتيان بحركة تلفت إليه الانتباه إنهم مروا بدورية للدرك. لم تكن في مدخل القرية دورية للدرك، كل دكاكين الجزارين مغلقة. لم يكن اليوم يوم سوق أسبوعي. رأى بضعة رجال يركبون سيارة أجرة. صمت رهيب يعم داخل السيارة. تجاوزوا خميس الساحل. في ذلك الصباح الصيفي لا تستعجل الدواوير الاستيقاظ، للشمس متسع لترتفع في هدوء. عند منعطف فوجئ السائق بحاجز للدرك الملكي، لم يكن يبعد عنه سوى بمئة متر. خفض السرعة. رأى عبد النبي المرأة الشقراء وهي تهم بالالتفات إليه، يعلم أنها ستهدده مرة أخرى بالحقنة السامة، ولكنه هذه المرة كان قد حسم أمره. لما صارت السيارة أقرب إلى الحاجز وأحس بسرعتها وقد انخفضت، فتح الباب وألقى بنفسه. فاجأ السائق، وبينما تدحرج لعدة أمتار على جانب الطريق انطلقت السيارة بسرعة جنونية. تجاهل السائق إشارة الدركي، وبينما أقبل أحد أفراد السرية نحو عبد النبي امتطى آخر دراجته النارية ومضى يلاحق السيارة الهاربة. لم يفقد الوعي، هم بالوقوف ولكنه لم يستطع. تقدم الدركي منه بحذر، كان مستلقيا على ظهره. رأى الدركي ينحني، كان آخر ما بصر به. لم يدر كم مر من الوقت ولكنه اكتشف أنه نقل إلى المستشفى. كان الدركي الذي انطلق على دراجته النارية يلاحق السيارة الهاربة قد تمكن من اتباعها على مسافة قريبة. حاول سائق السيارة حركة ذيل السمكة لإرباك الدركي، ولكن ما حاوله لم يحقق له ما يريد. ظل يلاحقها حتى بلغت الدوار الذي يتيح الولوج إلى الطريق السيار. انتهت عملية الفرار. كانت سرية الدرك المتمركزة هناك قد نصبت حاجزا ما أن بلغه الهارب حتى أيقن أنه لن ينفذ منها. أحيط بالسيارة، كان رجال الدرك يصوبون أسلحتهم نحو راكبي السيارة. أنزلت المرأة الشقراء ثم السائق. كان رجلا طويل القامة لا توحي ملامحه بأي شبهة. وضعت في يده الأصفاد كما صفدت المرأة. لم تفض إلى شيء عملية التفتيش الأولية التي أخضعت لها السيارة. في المستشفى كشف الفحص أن عبد النبي أصيب بردود وكدمات، ولكن الطبيب نصح بفحص أعمق فقد تكون هناك إصابات أو نزيف ما على مستوى الدماغ. قبل ظهر ذلك اليوم اقتيد الظنينان إلى مقر الدرك الملكي بطنجة. زعم أن الرجل الذي ألقى بنفسه من سيارتهما كان يحاول سرقة ما لديهما من متاع بعدما حملاه معهما، ولكن ما يزعمانه لم يكن متماسكا. قال لهما الضابط الذي كان يستمع إليهما: لما الفرار إذن بعد أن ألقى الرجل بنفسه من سيارتكما؟ لم يكن لديهما من جواب. عملية التفتيش التي أخضعت لها السيارة وكانت أكثر دقة مكنت من اكتشاف المصل الذي كانت المرأة الشقراء تهدد به عبد النبي. في المختبر تبين أنه كان يحتوي على مخدر قوي مفعول. في أقوالهما فإن المرأة الشقراء واسمها ليلى سناف
تقيم منذ سنوات في إسبانيا وتعمل ممرضة في مصحة خاصة. لم يكن الذي برفقتها زوجها. الرجل الذي يدعى مصطفى عبد الجليل يعمل وسيطا في العقار في الدار البيضاء، وقد أقر بأنهما كانا يراقبان ماسح الأحذية منذ عدة أيام، وأنهما كانا يريدان خطفه وإخضاعه لعملية جراحية واستئصال إحدى كليتيه لزرعها في زبون ينتظر في تلك المصحة الخاصة التي تعمل فيها ليلى سناف. اعترف بأن عملية استئصال الكلية كانت ستتم في غرفة عمليات سرية نصبت في شقة إحدى العمارات في القنيطرة، وكان سيقوم بها طبيب ينتظر في إسبانيا مكالمة هاتفية منها تبلغه بوجود الشخص الذي ستؤخذ منه الكلية. قالت الشقراء إن كل الاحتياطات أخذت حتى لا تكون العملية الجراحية سببا في موت الضحية. في المستشفى بالعرائش من سريره في غرفة لم يكن يتقاسمها معه أحد، كان عبد البي يرى المساء يقترب. طلب من الممرض الذي يتولى حالته أن يستأذن له الطبيب ليسمح له بالمغادرة. كان قلقه يتزايد. الساعة التي يعود فيها إلى البيت تقترب. لكم أن تتصوروا فرحته لما أذن له بالمغادرة. لم يكن بإمكانه وهو يدخل بيته أن ينكر. كانت الكدمات التي أصيب بها تشي بأنه تعرض لمكروه. حكى لزوجته وأولاده محاولة خطفه. لم يكن قد علم بعد أن الرجل والمرأة الشقراء كانا يريدان سلبه إحدى كليتيه. سيعلم بذلك لاحقا حينما يبلغه محاميه باعترافات الخاطفين. في حافلة منطلقة من الناظور إلى بركان جلس إدريس بوعشرة ينتظر الانطلاقة. كان الجو ماطرا وباردا ذاك 12 فبراير. معطفه الصوفي الأسود وقفازاته الجلدية السوداء وطربوشه الصوفي البني أدوات تمنحه الغلبة على برد ذلك الصباح. من أفواه الصاعدين إلى الحافلة يخرج بخار. من الكراسي الخلفية يسمع سعال حاد. يظن إدريس أن الحافلة لن تلبث أن تنطلق. نزع من كفه الأيمن قفازته وأخرج من جيب معطفه تذكرة السفر وأمعن فيها النظر. صعد السائق وأدار المحرك، ثم نزل وفي يده كأس من الحجم الكبير به قهوة وحليب. أطل من النافذة، التصق أنفه بالزجاج فانتشر ضباب كاد يحجب عنه الرؤية، ولكنه استطاع أن يتبين ملامح مساعد السائق وهو يرتب الأمتعة. وقفت بالباب امرأة قامتها مديدة بما يكفي لتلفت إليها الأنظار. تقدمت بين صفي الكراسي فظهرت حقيبة من الحجم المتوسط ذات لون بني غامق تبدو ثقيلة. لما وصلت الكرسيين اللذين يشغل أحدهما إدريس في منتصف الحافلة توقفت. نظرت إليه، لم يصمد أمام نظرتها النفاذة فراح ينظر إلى الخارج. في لحظة استرق نظرة جهتها، كانت تحاول أن تضع تلك الحقيبة في الرف. لم تحتج إلى مساعدة منه أو من غيره. قبل أن تجلس في الكرسي الملاصق لكرسي إدريس ظهر مساعد السائق في الباب. كان يركز نظره عليها بشكل لافت للانتباه. أمضت المرأة عدة دقائق تبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية، ثم أخرجت نظارتين شمسيتين إهليجيتين ووضعتهما على عينيها. أخرجت قطعة لبان من علبة صغيرة خضراء وألقت بها إلى فمها وراحت تلوكها لوكا لا ينتهي. عاد مساعد السائق، تقدم بين صفي الكراسي وهو يحصي المسافرين. بين أصابعه قلم وأوراق نقدية من 20 إلى 200 درهم يمسك بها بطريقة عجيبة. قبل أن يصل إلى الجزء الخلفي من الحافلة صعد متسول نهره السائق الذي استوى مكانه وضغط على المنبه. يعلم المسافرون أن في ذلك تذكيرا لمن قد يكون غفل عن الركوب واستحلى بعض دفء وجده في مقهى المحطة. أخيرا انطلقت الحافلة.
لم تكن المرة الأولى التي يسافر فيها إدريس بوعشرة برا من الناظور إلى بركان. هذا المهاجر المغربي المقيم في هولندا يستفيد منذ عدة سنوات من إجازة مرضية طويلة الأمد. هو الآن في 55 وقد اعتاد أن يأتي إلى مدينته بركان مرتين أو 3 مرات كل عام، حيث يتفقد تجارة أوكل إلى ابن شقيق له إدارتها. وصل صاحبنا إلى الناظور عبر مليلية التي لم يمضي بها سوى سويعات. الرحلة من الناظور إلى بركان لا تتعدى 2 ساعات، يظن أنه سيصل في حدود 9:00. المرأة التي بجانبه تملأ مقعدها بالكامل. في لحظة ظن أنها أغفت فيها وقعت إلى جهته حقيبتها اليدوية، ولكنها تفطنت سريعا واستعادتها. نظرت إليه وابتسمت ابتسامة قصيرة. توقفت الحافلة في زايو. نزل مساعد السائق وفتح صندوق الأمتعة. كان إدريس من مقعده يراقب. رأى رجلين يسحبان حقيبتين من الحجم الكبير، ثم سمع باب صندوق الأمتعة يقفل. صعد الحافلة رجل وامرأة تبدو زوجته. توجه إلى المقاعد الخلفية. أحس إدريس بارتياح لما انطلقت الحافلة. لم يطل توقفها في زايو، وللمرة الأولى تكلمت المرأة التي تجلس بجانبه. سألته: هل تسكن في بركان؟ نظر إليها نظارتها الشمسيتان تخفيان عينيها. قال: أنا أقيم في هولندا، ولكنني آتي إلى بركان مرات في السنة. ابتسمت ولم تعلق، ولما لاحظ صمتها سألها: وأنت هل تسكنين في بركان؟ لا، أنا أقيم في فرنسا، وأنا ذاهبة إلى بركان لزيارة شيخ قيل لي إن له بركة. سكت إدريس وكأنه يرتب أفكاره. فاجأته بأن استأنفت الحديث. مالت عليه وبصوت هو أقرب إلى الهمس قالت: لقد طلقني زوجي لسبب لا أعلمه ولا هو علمه، وأظن أنه سحر عمل لنا. حوقل إدريس وارتسم على وجهه ما يعبر عن أسفه، ثم وهو في تفاعله ذاك تساءل: وكيف لرجل أن يتخلى عن امرأة بمثل جمالك؟ لثواني عدها دهرا ظلت تنظر إليه في صمت، لعلها فوجئت بما قاله إدريس. ثم لما تخطت انبهارها قالت وكأنها تكمل حديثا: لم يكن يعرف أهمية الكلمات الجميلة كتلك التي تفضلت بها يا سيدي. إدريس سيدتي، أنا اسمي إدريس. لم يكن يعرف يا سيدي إدريس. هرش شاربه الأسود برأس سبابته، بدأ يفكر ثم سألها: وهل تعرفين أين يوجد شيخك صاحب البركات؟ لدي عنوان. أدخلت يدها في حقيبتها وأخرجت ورقة يبدو أنها اقتطعت من دفتر وقدمتها له. قرأ العنوان المكتوب عليها. قال لها إن حي سيدي سليمان شرعة يوجد في مدخل بركان. ظن أنها تنتظر منه المزيد فأضاف: ولكنني لم أسمع قط بوجود هذا الفقيه. التفت إليها، ابتسمت ولم تقل شيئا. كانت الحافلة تقترب من أكليم. قال لها إنه يملك أرضا هناك. ثم بينما ظهرت طريقها المتفرعة عن الطريق الرئيسة خفت سرعة الحافلة ثم توقفت. اشرأبت أعناق إلى الطريق، هو حاجز مراقبة للدرك الملكي. صعد إلى الحافلة دركي يبدو رجلا مجربا وحازما. كان ينظر إلى الوجوه على بعد مقعدين قبل أن يصل إلى إدريس وتلك المرأة بجانبه. طلب من شاب بطاقة تعريفه الوطنية، دقق فيها النظر فأعادها إليه. كان الذي بجانبه قد أخرج بطاقة هويته. انحنت المرأة على إدريس وقالت له: نسيت بطاقة تعريفي الوطني، أرجوك قل له إنك زوجي. لم يكن أمامه متسع من الوقت للتفكير. في تلك الأثناء وقف الدركي عندهما، نظر إلى المرأة وطلب منها بطاقة تعريفها الوطنية. التفتت إلى إدريس، قال: هي زوجتي. زوجتك؟ نعم، وقد نسيت بطاقة تعريفها الوطنية. كان الدركي ينظر بتركيز في عيني إدريس.
لعله رصد فيهما ما يقول إنه يقول كذبا. وهل لديك وثيقة تثبت أنها زوجتك؟ نعم، عقد زواج مثلا أو شيئا يثبت أنها زوجتك. التفت إليها وقال لها وهو يغمز: انظري في حقيبتك علك تجدين وثيقة. أثار تصرفه الشكوك، ولذلك طلب الدركي من إدريس ومن تلك المرأة أن ينزلا. تقدمت. لما وصل إلى حيث سيارة الدرك لحق بهما الدركي الذي طلب منهما النزول. هل هي زوجتك؟ نعم، يظن أن عليه أن يمضي في اللعبة حتى نهايتها. ما اسمها؟ لم يكن يعرف اسمها. ألا تعرف اسم زوجتك يا رجل؟ رغم برودة الجو أحس إدريس بدفق دموي ساخن يكتسح وجهه، ثم أحس بجبينه يتصفد عرقا. لم تجب على السؤال. وهل تذكر اسمك أنت؟ هات بطاقة تعريفك. كانت وسط جواز سفر. ألا تعرف اسم زوجتك يا إدريس بعشرة؟ التزم الصمت. تقدمي أنت. خطت المرأة خطوتين نحو سيارة الدرك. هات بطاقة تعريفك الوطنية. نسيتها في البيت. هل هذا زوجك؟ نعم، ألم تسمعانه؟ التفت إدريس نحوها، هم بأن يصرخ في وجهها ولكنه انكفأ. قال الدركي الذي يجلس في السيارة: أظن أن أمركما بحاجة إلى تجلية وتوضيح. ستذهبان معنا إلى مركز الدرك، بإمكانكما أن تنزل أمتعتكما من الحافلة. ولكن سيدي، حاولت أن تستعطف ولكن الدركي أعرض عنها. أنزل أمتعتهما من الحافلة، وبينما كانت تهم بركوب سيارة الدرك لحق بها مساعد السائق وهو يجر حقيبتها ذات اللون البني الغامق. هذه حقيبتك سيدتي، نسيتها في الرف. نظرت إليه وقالت: هي ليست لي. بل هي لك سيدتي، أنا واثق مما أقول. أليست حقيبة زوجتك سيد بعشرة؟ هي لها سيدي. حملت الحقيبة ونقل الجميع إلى مركز الدرك في بركان. هي المرة الأولى التي دخل فيها إدريس المدينة على ناقلة غير حافلة النقل العمومي. أثناء تفتيش أمتعتهما لم يكتشف ما يثير الشبهة في أمتعات الرجل، وبما يشبه الصدفة اكتشفت بطاقة تعريف المرأة بين أغراضها. اسمها مليكة بوسمر، من مواليد العام 71-900-1000، لا مهنة لها. وبينما كان يجري التدقيق في هويتها، تولى دركي تفتيش الحقيبة البنية التي أنكرت أن تكون لها لما جاء بها مساعد سائق الحافلة. الذي فتح الحقيبة أدرك فورا لما أنكرت المرأة أن تكون لها. في أكياس بلاستيكية سوداء، حلي ومجوهرات، أساور، أحزمة من ذهب وأخرى من فضة، وسلاسل وقلادات. كانت المرأة تسافر بكنز حقيقي معها. سريعا ستنتقل من المراوغة إلى الاعتراف. في رحلتها ذلك 12 من فبراير من العام 2001 لم تكن بركان سوى محطة اختارتها على سبيل التمويه. كانت وجهتها الحقيقية وجدة لتصريف كل تلك الحلي والمجوهرات التي اعترفت بأنها حصلت عليها على سبيل السرقة. اعترفت بأن ما في الحقيبة حصاد عامين كاملين من النصب والسرقة. توبعت مليكة بوسمر بالمنسوب إليها بينما تم تقديم إدريس بعشرة بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة بغرض التضليل. جاء عبد الله أيتزغار إلى هولندا في العام 68-900-1000. وقتها كان شابا في منتصف العشرينيات، هاجر من قريته القريبة من الناظور. كما كثيرين من أبناء المنطقة حلم عبد الله بمستقبل أفضل في قريته، لم يكن يفكر في الاستقرار في هولندا. والده الفلاح البسيط حمو أيتزغار ساير حلم ولده وقدم تضحيات كبيرة ليوفر له جواز سفر وعقد عمل وثمن الرحلة ونفقات أيامه الأولى في المهجر. هو يعي تماما أن عبد الله
لن يخلف الوعد ولا الموعد ما أن يحصل على عمل وتستقيم أحواله في ذلك البلد البعيد هولندا. اشتغل عبد الله في ضيعة فلاحية قريبة من هيلموند غير بعيد عن الحدود الألمانية. لم تكن تجربته تختلف عن تجارب مهاجرين آخرين جاءوا من المغرب ومن تركيا أيضا. مرت 3 أعوام، للمرة الأولى يعود عبد الله إلى قريته. بدا مختلفا في لباسه وفي شعره الذي طال وتدلى على قفاه. تلك لحظة ظل ينتظرها 3 أعوام، أن يبدو مختلفا عن أبناء القرية. ثم انقضت العطلة وعاد إلى مهجره ذاك. في العام الذي تلا، في العام 72 900 وألف، جاء عبد الله بسيارة من النوع الذي يتخذ عنوانا للرفاه. كان والده حين يركب إلى جانبه يصر على أن يخرج يده من النافذة ويمسك بحاشية السطح. صيف ذلك العام قضي الأمر، تزوج عبد الله ابنة خاله التي كانت قد لزمت والدته منذ عام مضى، ستلحق به أشهرا بعد أن يعود. كان ذاك العام عام التحول الكبير في حياة الشاب القادم من الريف، لم يعد لديه حيز كبير لرفقة أيام العزوبية. في ربيع العام 75 900 وألف رزق الزوجان مولودهما الأول وسمياه محمد سعيد. كان الاحتفال بالمولود الجديد احتفالا خاصا أقيم في هيلموند وأيضا في القرية هناك في الريف. كان الحفيد الأول لحمو أيتزغار، وطبيعي إذن أن يكون الاحتفاء به استثنائيا. ثم توالت الولادات وازدان فراش عبد الله في 10 سنين ب8 أطفال. منذ إذن صار وصوله إلى القرية في عطل الصيف لا يميزه البتة عن وصول آخرين من المهاجرين. جميعهم كانوا يأتون على متن باصات صغيرة. انتقل عبد الله أيتزغار للعمل في مصنع للصباغة في أمستردام، وكذلك استقر في ساسنهايم بالضاحية الشمالية للمدينة. كان أكبر أولاده محمد سعيد يبلغ من العمر وقتها 12 سنة، نحن في العام 87 900 وألف. كانت جميلة زوجته تحس بثقل الاعتناء بأفراد أسرتها الذين لا تنفك تتزايد مطالبهم. كان عبد الله الذي تخطى عتبة 40 يمضي الساعات الطوال في المعمل، يغادر البيت فجرا ولا يعود إلا بعد أن يكون الليل قد أسدل ستاره على المدينة. عطلة نهاية الأسبوع صارت فرصته الوحيدة للتسوق وتوفير ما تحتاجه الأسرة على مدى أسبوع كامل. في ذلك العام 87 900 وألف أمسك للمرة الأولى بمحمد سعيد وهو يحاول أن يسرق لعبة إلكترونية في أحد الأسواق وسط أمستردام. لن تنسى والدته جميلة ذاك المساء الذي طرقت فيه الشرطة باب شقة الأسرة في ساسنهايم. رافقت الطفل إلى منزل الأسرة شرطية شابة. لم تكن جميلة تتقن الهولندية، ولكنها فهمت من الشرطية إجمالا أن محمد سعيد قام بمحاولة سرقة في السوبر ماركت. فهمت جميلة أيضا أن على عبد الله أن يحضر إلى مركز الشرطة الأقرب. في كل الأحوال فقد تركت له الشرطية استدعاء مكتوبا. تعثر محمد سعيد في الدراسة وتتابعت حوادث السرقة التي تورط فيها وتتالت المرات التي قبض عليه فيها. بالنسبة للشرطة المحلية في ساسنهايم فإن محمد سعيد أيتزغار صار في جملة المراهقين الذين قطعوا أشواطا في الانحراف، ولذلك كلما حدثت عملية سرقة في منزل أو من سيارة مركونة كان الفتى يتلقى زيارة من شرطة ساسنهايم ثم نبذته أسرته. لما بلغ 18 مثل للمرة الأولى أمام محكمة أدانته ب3 أشهر سجنا نافذا في قضية اعتراض سبيل وسرقة تحت تهديد السلاح. لم يكن المتهم الوحيد فيها، كان واحدا من مجموعة ضمت مراهقين هولنديين وأتراكا أيضا. في تلك المرحلة بدأ أن مسار الشاب محمد سعيد أيتزغار قد رسم،
وأنه مسار منحرف يبدو في نظر أسرته وفي نظر الشرطة أيضا أن تقويمه صعب وربما هو مستحيل. كانت أحكاما جاهزة تطوقه وتختم على حياته. في العام 95 900 وألف كان محمد سعيد في 20 من العمر. في 10 أبريل من تلك السنة في محيط محطة القطار فورهوت، تعرضت شابة هولندية في 18 من عمرها لمحاولة اغتصاب نفذها 3 أشخاص، ولما فشلت المحاولة استولوا على حقيبتها اليدوية. قالت إنها لم تستطع تبين ملامح الذين اعتدوا عليها. نشرت الشرطة شباكها، وكان محمد سعيد من بين من جاءت بهم الشباك، وكان بين 2 آخرين توبع بتهمة احتجاز ومحاولة اغتصاب تلك الفتاة. حكم عليه بالسجن عاما ونصف العام، بالرغم من أنه ظل ينكر كل صلة له بالذي حدث لتلك الفتاة. لم يصدقه أحد، حتى أسرته لم تبدي تضامنا معه، لأنها لم تصدقه لما ظل يصرخ أنه بريء. قالت محاضر الشرطة إن حمضا نوويا يعود إلى محمد سعيد اكتشف على الضحية. في السجن تعرف على عدة أشخاص أدينوا في قضايا متباينة ومتفاوتة الخطورة. أنهى عقوبته، ولكن أيام حريته لم تدم أكثر من 2 شهر حين نودي عليه وحوكم في عملية سطو تعرض لها منزل امرأة مسنة. أعيد إلى السجن وأمضى هناك 6 أشهر. مرة أخرى لم يصدقه أحد حين قال إنه بريء، ومرة أخرى قام الحكم على دليل الحمض النووي لمحمد سعيد الذي قالت محاضر الشرطة تم العثور عليه في بيت الضحية. كان العمر يتقدم بالشاب، هو الآن في حدود 24، وقد أيقن أن الشرطة ستظل تتخذه متهما جاهزا للإدانة في كل القضايا التي تستعصي عليها، ولذلك قرر الرحيل عن هولندا. لم تعد له صلة بعائلته منذ فترة الآن. عبر الحدود واستقر في أونفيرس ببلجيكا. لم يكن ليحس وهو هناك أنه اجتث من محيطه اللغوي. في الآن نفسه صار بعيدا الآن عن الشرطة الهولندية. بحث عن شغل، وتمكن في نهاية المطاف من العثور على عمل في مطعم وسط المدينة، وكذلك تعرف على مونيكا الفلامانية التي كانت تمد المطعم بالخضر. كانت ابنة مزارعين بلجيكيين. لا يذكر كل التفاصيل، ولكنه يعلم أنه وقع في حبها وأنها هي الأخرى وقعت في حبه. لم تتراجع لما حكى لها ذات عصر حين زارته في شقته قصته الكاملة. بدا الشاب وقد نحى نحو الاستقامة، وظن أنه وفق في إعطاء حياته نفسا جديدا، وأن كل يوم يمر يبعده عن ذاك الماضي الذي لم يكن وحده المسؤول عنه، بل أحيانا يظن أن المسؤولية تقع على الآخرين، على والده وعلى الشرطة الهولندية. كذلك كان يقول أحيانا. فكر في اتخاذ هوية جديدة، اسم آخر، ثم عدل. أراد أن يثبت لنفسه أنه تغير، وأن يلاحظ الآخرون أنه لم يعد ذاك المنحرف الذي كان. في العام 2002 في مركز الشرطة في ساسنهايم جيء على ذكر اسمه في قضية عملية سطو استهدفت سيارة، وكان الجميع يستعد للبحث عنه والقبض عليه. ولكن شرطيا ممن عملوا سنوات في ساسنهايم وكان شبه موكل بمحمد سعيد أيتزغار، تفطن إلى أن الشاب لم يعد يقيم في هولندا منذ فترة، وأنه علم أنه استقر في بلجيكا. كشفت تلك القضية عن أخطاء لمعهد الطب الشرعي الهولندي بشأن الحمض النووي لمحمد سعيد أيتزغار. استدعى اكتشاف ذلك الخطأ النبش في القضايا التي أدين فيها الشاب الهولندي المغربي الأصل، وجاءت النتيجة مدوية. كان محمد سعيد أيتزغار صادقا حين ظل يقول حتى بح صوته أنه بريء من الاعتداء على تلك الشابة الهولندية بالقرب من محطة القطار فورهوت. كان صادقا أيضا حين ظل يصرخ أنه بريء من الهجوم على منزل تلك العجوز. خرج الخبر للعلن،
وتناهى إلى منزل أسرته أن محمد سعيد كان بريئا وحكم عليه بالسجن ظلما في قضيتين على الأقل. سر الخبر في أوساط المهاجرين بما أزال الكثير مما علق بشخص محمد سعيد. صحيح أن براءته الثابتة من قضيتين أدين فيهما لم تنظف بالكامل صورته، ولكنها ربما كانت بداية لإعادة النظر في تلك الأحكام الجاهزة التي كانت تحاصره. ثم بلغه الخبر، أمضى أياما في التفكير، كان وقتها يعد لحفل زواجه من مونيكا. ليلة الزفاف أبلغها ببراءته من قضيتين حكم فيهما عليه بالسجن خطأ. يعلم محمد سعيد أنه صار في قائمة مئات أمثاله حكم عليهم بالسجن تأسيسا على حجج واهية أو أدلة غير صحيحة، وينتظرون الحصول على تعويضات. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عرفت مدن مغربية عتيقة عدة رحيل كثير من أبنائها وأعيانها للاستقرار في الأحياء الحديثة أو في مدن أخرى. كان الرحيل يتم بداعي الاستقرار في بيوت حديثة أو سعيا وراء الكسب والرزق. ومع ذلك فإن عددا من أعيان ووجهاء المدن العتيقة رفضوا الرحيل وظلوا متمسكين بمنازل الآباء والأجداد. الفقيه السلاوي عبد الرحمن بن عبد الله واحد من أولئك الذين لم يتخلوا عن مدينتهم، كان عدلا بالمحكمة الشرعية، وبالرغم من أن مهنته توفر له دخلا مهما فإنه لم يرتضي لنفسه غير بيت الآباء والأجداد مقاما. لما توفي والده كفله شقيقه الفقيه عبد السلام بن عبد الله. بعد أن حفظ القرآن الكريم توجه إلى فاس حيث أتم دراسته في جامعة القرويين. بعد أن عاد إلى سلا عمل عدلا، وما لبث أن عرف عنه تمكنه وإتقانه كتابة العقود. بعد بضعة أعوام توفي شقيقه الفقيه عبد السلام وخلف ولدين وبنتا. وكما كفله شقيقه فقد تولى الفقيه عبد الرحمن أمر أبناء أخيه، علمهم، وبعد حصولهم على شهادة البكالوريا وجههم لإكمال دراستهم الجامعية. صار أكبرهم علي أستاذا جامعيا ثم عميدا لكلية الآداب بمراكش، بينما استقر الولد الأصغر في كندا بعدما أنهى دراساته الجامعية في الفيزياء. أما البنت الوحيدة للراحل الفقيه عبد السلام فاطمة فقد تخرجت من كلية الحقوق، وبعد زواجها استقرت في مدينة وجدة. كان الثلاثة بالنسبة للفقيه عبد الرحمن بمثابة أبنائه، إذ لم يرزق الولد، وكان حلمه الأكبر أن يستقر واحد من الأبناء على الأقل في منزل الآباء والأجداد بمدينة سلا. ولكن حلمه ذاك لم يتحقق، فقد أبعدت الوظائف أبناء الفقيه عبد السلام عن سلا وعن دروبها العتيقة. صار المنزل قفرا إلا من زوجة الفقيه عبد الرحمن التي فارقته بعد زواج امتد عبر 40 عاما. كانت مصيبته الأكبر، الآن صار المنزل قفرا. كان الفقيه عبد الرحمن حين يعود من صلاة العشاء يستحضر ذكريات تلك السنين الطويلة، ذكرياته طفلا وشابا وكهلا، وها هو اليوم في العقد السابع من عمره. كان رجلا مؤمنا بقضاء الله وقدره. ذات يوم أصيب بحمى ألزمته الفراش بعض اليوم، حسبها وعكة عابرة. عصر ذلك اليوم لما حاول النهوض من فراشه لم يستطع، حاول، لم تكن قدماه تسعفانه، لم يعد يحس بوجودهما. ما الذي يحدث؟ لقد أصيب بالشلل، لم يعد يقوى على الاستجابة لحاجياته. تباعدت زيارات أبناء أخيه حتى انقطعت، وتخلى عنه الأصدقاء، وافتقد النظافة في جسمه وبيئته، وصارت تنبعث من حجرته رائحة كريهة. صديق واحد ظل يزور الفقيه عبد الرحمن هو الفقيه محمد بن المامون، الذي كان يحاول التخفيف من التدهور الذي عرفه نمط عيش صديقه عبد الرحمن،
ولكن الصديق كان بدوره رجلا مسنا. ذات يوم حضر إلى المنزل ابن شقيقه علي عميد كلية الآداب في مراكش. جاءت معه زوجته الفرنسية وأبناؤه الأربعة. سأل أحدهم عمن يكون الشيخ، رد والدهم بأنه عمه. كانوا يتحدثون الفرنسية، كانت تعم البيت رائحة القذارة. تدخلت الزوجة الفرنسية لتعاتب زوجها لأنه لم ينقل عمه إلى دار العجزة. فهم الفقيه الحوار الذي دار بين علي وزوجته الفرنسية، كانت صدمة قوية. الآن فقط يأس من أبناء أخيه. كانت لدى الفقيه عبد الرحمن خزانة كتب من أغنى الخزانات التي عرفت في سلا، ولم يكن علي عميد كلية الآداب يهمه في ذلك البيت سوى تلك الخزانة الغنية بالكتب المطبوعة والمخطوطات. منذ تلك الزيارة لم يزر أي من أبناء الفقيه عبد السلام عمهم الفقيه عبد الرحمن الذي أقعده المرض. كانت الحالة التي آل إليها الفقيه عبد الرحمن تقتضي إيجاد حل ينقذه من معاناته أو يخفف عنه تلك المعاناة على الأقل. اهتدى صديقه الفقيه محمد بن المامون إلى حل، فقبل فترة كان قد حرر وثيقة إراثة لأرملة لها 3 أطفال. تذكر الفقيه محمد بن المامون تلك السيدة التي تدعى عائشة، كان زوجها موظفا بوزارة الفلاحة، ولما مات اضطرت إلى إفراغ السكن الوظيفي. لم يكن قدر المعاش الذي تحصل عليه يكفي لتربية الأطفال، وهو ما اضطرها إلى العمل في البيوت. اقترح الفقيه بن المامون على صديقه تشغيل تلك المرأة. استحسن الفكرة، غير أن المرأة اشترطت أن تصحب معها أطفالها. كان الوقت صيفا وكان الأطفال في عطلة مدرسية. وافق الفقيه، ولما حضرت عائشة إلى المنزل وبالرغم من الروائح الكريهة لم تبد انزعاجا ولا اشمئزازا، كانت تعلم أن الأمر أمر نظافة. في اليوم الأول من عملها أخرجت الفقيه من غرفته، ساعدها في ذلك أكبر أطفالها، أدخلته الحمام، نزعت عنه ثيابه المتسخة، وضعت ستارا على عورته، ونظفته من كل ما كان قد علق بجسمه من أوساخ. أعدت له مكانا في غرفة غير تلك التي كان فيها، غسلت الملابس التي كانت قابلة للغسل وألقت بأخرى في القمامة. طلبت من الفقيه مالا لشراء مواد النظافة وفراشا جديدا. ما أن حل المساء حتى كان البيت قد تخلص من الروائح الكريهة التي كانت تعم أرجاءه. في الأيام التي تلت ظلت عائشة تقوم بشؤون الشيخ، لم تكن تدخر جهدا في جعله يحس بالحياة. كان الأطفال 3 أبناء السيدة عائشة يملؤون البيت بالحياة، انسجموا مع الفقيه الذي ساعدهم على حفظ صور من القرآن الكريم وأشياء من اللغة العربية. انقضت العطلة الصيفية، كان على الأطفال أن يعودوا إلى المدرسة. كان ذلك يعني أن المرأة ستضطر إلى التوقف عن خدمة الشيخ. لما أبلغته بذلك كان للخبر وقع الصاعقة عليه. اتصل بصديقه محمد بن المامون وطلب منه الحضور فورا. لما حضر أبلغه بأن عائشة تريد الرحيل. ابتسم الفقيه بن المامون، قال له إن الأمر ليس بتلك الصعوبة التي يتصورها، وإنه كان على وشك أن يقترح عليه حلا. بدا الفقيه عبد الرحمن الذي كان يخشى أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل قدوم عائشة مستعجلا معرفة ما يقترحه صديقه. قال الصديق إنه لاحظ العناية التي توليها عائشة لصديقه، ولاحظ أيضا ذلك الانسجام بين صديقه عبد الرحمن وأطفال عائشة. وتأسيسا عليه فإنه يقترح تطوير العلاقة إلى زواج. فرح الشيخ بهذا العرض، ولكنه شك في أن توافق عائشة. كان يرى أنه رجل لن يستطيع الاستجابة لجميع متطلبات الزوجة. أوكل الفقيه عبد الرحمن إلى صديق العمر الفقيه محمد بن المامون أن يتولى خطبة عائشة.
دعاها إلى مكتبه في اليوم التالي وفاتحها في الموضوع. لم تبدي المرأة اعتراضا، ولكنها عبرت عن تخوفها على مآل أبنائها واشترطت أن يوجد لهم حل يحميهم من الضياع. بعد 24 ساعة حضر الفقيه محمد بن المامون إلى منزل الفقيه عبد الرحمن، كان معه عدل آخر، جاء لإتمام عقد الزواج. كانت عائشة حاضرة، أمهرها 10,000 درهم، وهمس في أذن صديقه ابن المامون بشيء ما، وأعلن التزامه بإيواء أطفالها 3 وتوفير كل ما يخص مأكلهم وملبسهم وتمدرسهم، ما سرى عقد الزواج. وافقت عائشة، وبعد أن وقع في كناش العدلين صارا زوجين. في ذلك اليوم نقلت عائشة متاعها من الغرفة التي كانت تقيم بها وجاءت به إلى منزل الفقيه عبد الرحمن. استقر الأطفال في إحدى الغرف، وأعدت هي لنفسها فراشا إلى جانب فراش زوجها. كان الفقيه يتولى متابعة الأولاد في دراستهم، كان يساعدهم في إنجاز واجباتهم المدرسية، وكان ذلك يجعله يحس بأنه يقوم بعمل نافع. في نهاية السنة الدراسية حصل الأطفال على نتائج بوأتهم رتبا متقدمة بين زملائهم. مرت سنة على زواج الفقيه بعائشة، صار البيت من جديد وجهة للفقهاء ومكانا تعقد به من حين لآخر حلقات الذكر. اشترت عائشة لزوجها كرسيا متحركا ساعدته على التكيف مع الإعاقة. وبعد أن افتقدها زمنا ها هو يخرج إلى الحديقة العمومية مرة كل يوم، أطفال عائشة يقودونه إلى هناك. رغم الإعاقة التي أكد له الأطباء أن لا شفاء منها، كان الشيخ يبدو سعيدا، وكلما تذكر الماضي حين كان يتمتع بعافيته، وكلما تذكر يوم أصيب بالشلل وما آل إليه، يستحضر فضل عائشة عليه يوم كانت خادمة والآن بعد أن صارت زوجة. كان ينتابه إحساس بالذنب لأنه لم يفعل ما يؤمن للأطفال 3 ربائبه مستقبلهم. وذات يوم استدعى صديقه الفقيه محمد بن المامون وعدلا آخر، أبلغهما أنه قرر أن ينزل الأبناء 3 لعائشة منزلة أبنائه. فرحت عائشة لما قام به الشيخ، فازدادت حبا له وتقديرا وتفانيا في خدمته. خلال عطلة الصيف التي حلت ستحدث تطورات مرد الكثير منها إلى القرارات الحاسمة التي عمد الشيخ إلى اتخاذها. لم يكن زواج الفقيه عبد الرحمن والتغيير الذي طرأ على حياته من الأمور التي لا تثير الانتباه. مرت سنتان على زواج الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله من عائشة بنت العربي. كانت في البداية خادمته التي أنقذته من الأوساخ التي غرق فيها يوم فقد القدرة على المشي. تزوجها وتكفل بأيتامها 3. في تلك السنة الثانية أنزلهم منزلة أبنائه إذ لم يكن له ولد. استعاد منزل الفقيه الحياة منذ أن حلت به عائشة. من حين لآخر كان الشيخ يقيم حلقات للذكر، كما أن المنزل لم يكن يخلو من زائر من طلاب العلم، فقد كانت للفقيه عبد الرحمن مكتبة يضرب بها المثل من حيث غناها وتنوعها. لما حلت عطلة الصيف حلت ضيفة على منزل الشيخ ابنة أخيه فاطمة التي قدمت من وجدة، لم تكن قد زارت عمها منذ سنين طويلة. للمرة الأولى تراه مقعدا يستعمل كرسيا متحركا. حسب الشيخ أنها تذكرته وجاءت تزوره إحياء لصلة الرحم، خير أنها ما أن علمت بأن التي ترعاه إنما هي زوجته، حتى ثارت في وجه المرأة واتهمتها بالشعوذة وبأنها استغلت حالة الضعف التي آل إليها الشيخ لتسيطر على ماله وأملاكه. لم تتوقف فاطمة عند ذلك الحد، بل أبلغت شقيقها علي عميد كلية الآداب بمراكش الذي لم يتأخر في الوصول. ثارت فائرة الفقيه، وبعد أن ذكرهما بأنهما تخليا عنه يوم كان بحاجة إلى المساعدة والشفقة طردهما من البيت.
كانت تلك الزيارة حافزا للشيخ ليرد على نكران أبناء أخيه للجميل. كان يعلم أنهم يتحسسون أخباره حرصا على ما سيؤول إليهم من ميراث، ولذلك نراه قرر أن لا يدع لهم ما يرثونه منه. كانت خزانة الكتب أثمن ما يملكه الشيخ، وقد قرر أن يبيعها، وكان قبل زيارة علي وفاطمة يرفض ذلك. هو الآن يريد بيعها حتى لا تؤول إلى من تخلوا عنه في محنته. في السابق كان يفكر أن يهديها إلى مكتبة المدينة، ولكن كثيرا من المهتمين تحدثوا له عن مخطوطات اختفت من مكتبات بعد إهدائها إليها. باعها أطراف همهم الأول المال. دعا صديقه الفقيه بالمامون وكلفه بأن يتولى بيع الخزانة. بعد أيام تلقى عرضا محترما، احتفظ لنفسه ببعض الكتب ووافق على البيع. طلب من الفقيه بالمامون أن يقسم المبلغ بالتساوي بين ربائبه، وأن يقوم بفتح حساب بنكي لكل واحد من الثلاثة ويودعه تلك المبالغ على ألا يتصرفوا فيها إلا بعد بلوغهم سن الرشد. وهب الفقيه عبد الرحمن باقي ممتلكاته إلى زوجته. لم تكن عائشة على علم بما قام به زوجها، كما لم تكن تعلم أن الشيخ ضمن مهرها المنزل الذي يسكنه. بمرور السنوات تدهورت الحالة الصحية للفقيه، كان مع ذلك لا يفتر عن شكر الله على أن وفقه لمساعدة اليتامى الثلاثة ربائبه الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم إلى المستوى الجامعي. ولما أحس باقتراب أجله سلم الفقيه بالمامون وصية كتبها بخط يده، وطلب منه ألا يستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ذات صباح أصابت الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله نوبة قلبية لم تمهله سوى بضع ثوان، بعدها أسلم الروح. سر الخبر في المدينة العتيقة لسلا، مات الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله. في اليوم التالي بعد صلاة الظهر شيعت جنازة الفقيه، شيعه إلى مثواه الأخير جمهور غفير، كما حضر الجنازة عدد من الفقهاء قدموا من خارج سلا، ولكن أيا من أبناء شقيقه لم يكن من بين المشيعين. دفن الشيخ إلى جوار والديه وإخوته في زاوية سيد علي التي كان قبل أن يصاب بالإعاقة يتولى بها إمامة الصلوات الخمس. الآن آل الأمر إلى ربيبه إبراهيم. مرت عدة أيام، وذات مساء اقتحم منزل الفقيه ابن أخيه علي عميد كلية الآداب بمراكش. كان معه جماعة من رجال الحراسة استأجرهم من إحدى الشركات. أمرهم بطرد عائشة أرملة الفقيه عبد الرحمن وأولادها من البيت، بيت أجداده. لما لاحظ علي أن خزانة الكتب اختفت زاد التوتر حدة. سأل عنها عائشة التي ردت بأن الفقيه تصرف فيها قيد حياته وأنها لم تكن تتدخل في شؤونه تلك، ولكن علي لم يصدق المرأة، اتهمها بالسرقة وتقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك. لم تكن عائشة تتوقع أن تجعلها الأيام متابعة أمام القضاء وبتهمة السرقة، لم تكن تتوقع وهي لا تصدق ما يحدث الآن. استدعاها عميد الشرطة المكلف بالدائرة الأولى تأسيسا على تعليمات توصل بها من وكيل الملك الذي أمر بإجراء بحث في الموضوع وتقديم الأطراف مع جمع كل الأدلة ووسائل الإثبات. كان العميد قبل أن تحضر أمامه عائشة قد دون ادعاءات علي بن عبد السلام ابن شقيق الفقيه عبد الرحمن. لم يكن في أقوال عميد الكلية ما يدفع إلى الشك في صدقها. ثم حضرت عائشة إلى مقر الدائرة الأولى للأمن، كانت متشحة بالبياض إذ لم تكن العدة قد انقضت. كانت لدى العميد فكرة تكاد تكون راسخة، إن التي أمامه الآن لم تكن بالنسبة إليه سوى خادمة عرفت كيف تستحوذ على عقل الفقيه ثم بعد ذلك على ما كان يملك، صارت زوجة الفقيه بين عشية وضحاها. تلك هي الصورة التي كونها العميد عن عائشة.
فجأة فتح باب مكتب العميد، أذن بإدخالها. لما رآها بدت له متأثرة لفقدان عزيز، كانت تبدو عليها علامات الوقار. أبلغها العميد بموضوع الشكاية التي تقدم بها علي ابن أخ زوجها الهالك. عرض عليها مضمون ما يدعيه الرجل. قالت إنها بعد وفاة زوجها الأول لم تكن تنوي الزواج، ولكن إجبارها على الرحيل عن السكن الوظيفي الذي كان يشغله زوجها أجبرها على العمل في البيوت، وذاك ما جعل الفقيه عبد الرحمن في طريق حياتها. حكت للعميد كل المراحل التي سبقت زواجها من الفقيه، وكيف وضع أبناءها موضع أبنائه وساعدهم على إتمام دراستهم. لم يرصد العميد في أقوال عائشة ما يؤيد ادعاءات علي عميد الكلية، ولكنه كان بحاجة إلى أدلة ملموسة تؤيد أقوال المرأة في موضوع خزانة الكتب مثلا. قالت عائشة للعميد إن الفقيه سي عبد الرحمن ظل يتمتع بكامل قواه العقلية إلى أن توفي، وإن الدليل الأكبر على ذلك أنه كان يدير بنفسه حلقات الذكر والمجالس التي كان يحضرها عدد من العلماء وكثير من أصدقائه. أضافت عائشة أن السي عبد الرحمن تصرف في خزانة كتبه وهو في كامل قواه العقلية، وإنها كدأبها لم تتدخل في ذلك. كان العميد قد فكر في الإبقاء على عائشة رهن الحراسة، ولكن ما أدلت به دفعه إلى إعادة النظر في الأمر. اتصل بوكيل الملك وأبلغه بتلك المعطيات، وتم الاتفاق على أن لا تغادر منزلها وأن تحضر إلى المفوضية كلما تم استدعاؤها. وافقت عائشة. كان على العميد أن يعمق البحث حول ما أدلت به عائشة. في المستندات العامة لم يكن ما يفيد بوجود سوابق لعائشة أو لأي من أبنائها. وجه العميد معاونيه إلى الحي الذي تقطنه عائشة لتقصي أخبارها. جاءت المعلومات تثبت نقاء سجل المرأة، بل إن الشهادات التي توصل بها الباحثون جاءت تذكر أفضال المرأة وعنايتها بالفقيه عبد الرحمن. تم استدعاء عائشة من جديد إلى مفوضية الشرطة. طلب منها العميد أن تدله على شخص من معارف زوجها يكون على اطلاع أكثر من غيره على أسرار الراحل. كانت تعلم أن الفقيه محمد بن المامون كان أخلص الأصدقاء للمرحوم سي عبد الرحمن، كما أنه كان المؤتمن على كثير من أسراره، ولذلك كانت أول من فكرت فيه. قالت للعميد إن الفقيه سي محمد بن المامون هو الذي يعرف كل شيء عن زوجها الراحل. كان الفقيه بن المامون كما رأينا عدلا لدى المحكمة الشرعية. قبل أن يتصل به حرص العميد على استكشاف أحواله. جاءت كل تقارير تؤكد ما عرف عن سي بن المامون من ورع وسعة علم ودراية بمجال اشتغاله. لم يستدعه العميد إلى المفوضية، ولم يبعث بأحد من معاونيه لاستجوابه، بل قرر أن يزوره بنفسه في مكتبه. اصطحب معه آلة راقنة وأحد المفتشين لكتابة المحضر. رحب الفقيه بالعميد وبمساعده، وأبدى استعدادا للإدلاء بالشهادة حول كل ما يعرفه عن المرحوم سي عبد الرحمن بن عبد الله. تحدث عن صديق العمر، عن سنوات الدراسة الأولى، وعن القرويين، وعن ذكريات مشتركة. ولكن الذي استوقف العميد تلك المرحلة التي تلت إصابة المرحوم الفقيه عبد الرحمن بالشلل، ومعاناته مع العزلة التي فرضها عليه المرض وهجران الأصدقاء وأبناء أخيه سي عبد السلام. حكى الفقيه بن المامون عن ذلك اليوم الذي حضر فيه علي نجل الفقيه عبد السلام بمعية زوجته الفرنسية وأبنائه، وعن الألم الذي سببته اللامبالاة التي تعامل بها علي مع عمه الذي لم يكن يجد من ينظف فراشه ويطعمه. قال الفقيه بن المامون إن عليا الذي كان عميدا للكلية بمراكش أبان يومها عن كفر بما لعمه عليه من أفضال. حكى الفقيه بن المامون عن عائشة الطيبة التي حلت بمنزل الفقيه عبد الرحمن خادمة تسعى على عيالها الأربعة، وكيف قبلت بالزواج منه هو العاجز عن كل شيء، وكيف استطاعت أن تعيد إليه الإحساس بالحياة.
أفضى الفقيه بالمامون إلى العميد رئيس الدائرة الأولى بسلا بقرار المرحوم سي عبد الرحمن إنزال أبناء زوجته منزلة الأبناء منها، وقدم الوثيقة التي تثبت ذلك، كما تحدث عن بيع المرحوم خزانة كتبه وتبرعه بما حصل عليه من البيع لربائبه. أفضى الفقيه بالمامون للعميد بسر همس به الفقيه الراحل في أذنه يوم زواجه من عائشة، قال إنه أمهرها 10,000 درهم والمنزل الذي كان يسكنه الفقيه. لم تكن عائشة نفسها تعلم بذاك السر. كان مساعد العميد يمنح الجلسة إيقاعا بكتابته المحضر على الآلة الراقنة. بدا العميد وقد حصل على ما يدعم موقف عائشة، ولكن الفقيه سي محمد بن المامون أضاف للعميد شيئا آخر، فقد أخرج من درج مكتبه وصية كتبها المرحوم الفقيه عبد الرحمن بخط يده. في رسالته تلك يؤكد الفقيه الراحل أنه عمد إلى كتابة هذه الوصية لعلمه بأن أبناء أخيه لن يدعوا أرملته عائشة ولا أبناءها يهنؤون بالحياة. حكى في تلك الرسالة الوصية الألم الذي سببه له تنكر أبناء أخيه له في الوقت الذي كان في أمس الحاجة إليهم. قال إنهم لم يذكروا شيئا مما قدمه إليهم بعد وفاة والدهم، ولذلك قرر أن يضع حدا لكل ما يربطه بهم. كانت الرسالة الوثيقة الأخيرة التي تسلمها العميد، ضمها إلى المحضر وباقي الوثائق التي توفرت، ثم أحال الملف على وكيل الملك الذي ما أن اطلع عليه حتى أعاده إلى العميد وطلب منه أن يبلغ مضمونه إلى المشتكي وأن يأمره بإنهاء احتلاله للبيت الذي آل إلى عائشة. لما حضر المشتكي علي عميد كلية الآداب لم يكن يخامره أدنى شك في أن المعركة حسمت لصالحه، ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالحجج والدلائل التي تؤكد حقوق عائشة في البيت وفي كل ما خلفه المرحوم. وبينما انسحب علي وقد يأس من الحصول على المنزل بعدما يأس من الظفر بخزانة عمه الفقيه، كان الفقيه بالمامون يخبر عائشة بأن المنزل جزء من صداقها ويطلعها على وصية المرحوم إليها وإلى أبنائها. صباح 10 يناير من العام 11 و2000 تقدمت أمام عميد الشرطة بالدائرة الأولى بوزان السيدة عائشة الساجني، امرأة تسكن القشريين في المدينة القديمة، وقد جاءت تبلغ عن اختفاء شقيقها الأكبر تهام الساجني الذي يبلغ من العمر نحو 50 عاما. أدلت المرأة بصورة حديثة للرجل الذي كان يعمل في فرناتشي حمام مولاي تهامي، حيث كانت تزوره تحمل إليه طعامه وتتلقى منه ما تنفق به على نفسها، كان المعيل الوحيد لها بعد وفاة والديهما. انقضت 3 أيام ولم يظهر لتهام الساجني أثر، ولذلك عاودت شقيقته زيارة الدائرة الأولى للأمن الوطني. استقبلها الضابط الممتاز شكيب الأنجري، أبلغته بأنها تخشى أن يكون تعرض لمكروه بسبب مرافقته بعض الأشرار وإدمانه على تعاطي الخمر والمخدرات. أضافت معلومات أخرى أنه كان يحمل في أحد أصابعه خاتما من الفضة ورثه عن والده، مضت إلى أن ذلك الخاتم يتوارث جيلا بعد جيل يعطى للمولود الذكر الأول. كانت هامي يتخذ من الفرناتشي مكانا للسكن والعمل في آن، يمضي أوقات عمله يطعم بيت النار بالأخشاب وبكل ما هو قابل للاحتراق حتى يؤمن الحرارة الضرورية للحمام. كان إلى ذلك يراقب ما قد تحمله بعض الأسر من طنجيات ومأكل يكتسب كل لذته حين يطهى في رماد الفرناتشي. انتقل الضابط الممتاز الأنجري إلى حمام مولاي تهامي، وقد وجد هناك شابا دون 20 من العمر. سأله عن التهامي فرد الشاب بأنه غادر منذ أسبوع برفقة بعض الأشخاص بعدما أتوا على عدة قنينات من الخمر جاء بها أحدهم بطلب من التهامي نفسه. أضاف الشاب أن التهامي تعود على أن يسهر الليالي برفقة شبان ومراهقين.
لما سأله الضابط عن عمله في الفرناتشي أضاف أنه مساعد لتهامي وأن صاحب الحمام ثبته في عمله في انتظار عودة تهامي. كان الشاب يبدو مرتبكا وهو يجيب على أسئلة الضابط، وهو ما جعله يوجه إليه استدعاء للحضور إلى مكتبه في المفوضية بعد الظهر، ولكن الشاب لم يحضر ولذلك اضطر إلى استقدامه. برر الشاب عدم مثوله بكون صاحب الحمام لم يجد من يقوم بالعمل الذي يقوم به. كان أول ما قام به الضابط أن حدد هوية الشاب. اسمه يوسف العوري، من مواليد عند فالي في 12 من أبريل من العام 92 900 وألف، ويسكن وزان منذ عدة سنوات منذ أن استقر بها والده الذي كان يعمل في الحياكة. لم تكتشف للشاب سوابق حين تم تنقيطه ما عدا تعرضه لاعتداء جنسي لما كان في 14 من عمره. أدلى الشاب بمعلومات حول بداياته في فرناتشي حمام مولاي تهامي، حيث كان يتولى تقطيع الأخشاب لإمداد بيت النار. سجل الضابط أقواله في محضر قانوني ثم أخلى سبيله وطلب منه أن يبلغ حالا بكل خبر جديد عن تهامي الساجني. عاد يوسف إلى مكان عمله ولم يمر وقت طويل حتى فاجأته شقيقة تهامي بزيارتها. تعرفت على القميص الذي يرتديه، كان قميص شقيقها، أغضبها ذلك ولم تكتم غضبها. رد يوسف بأن تهامي هو من سمح له بارتداء ذلك القميص لأن ملابسه اتسخت ولم يغسلها بعد. كادت المرأة تتجاوز عن الأمر لما استوقف نظرها الخاتم الذي يضعه يوسف في يده. كان خاتم شقيقها تهامي، هي تعرفه جيدا، هو ذاك الخاتم الذي يتوارثه الكبار من عائلة الساجني. كتمت الأمر في نفسها وغادرت الفرناتشي، توجهت رأسا إلى مقر دائرة الشرطة. وما أن استقبلها الضابط الممتاز شكيب الأنجري حتى باحت له بما لاحظت، قالت له إنها رأت خاتم شقيقها في يد يوسف الذي كان يرتدي قميصا له. ودون انتظار انتقل الضابط إلى فرناتشي حمام مولاي تهامي. كان يوسف منهمكا في قطع الأخشاب. لاحظت شقيقته التهامي أن يوسف استبدل القميص ولكن الخاتم كان لا يزال في يده. لما سأله الضابط أنكر يوسف أن يكون استعمل قميصا لتهامي وأن ما تقوله المرأة ليس سوى افتراء. وعندما استفسره عن الخاتم الذي في يده لم ينكر الشاب أن الخاتم لتهامي، ولكنه برر حيازته بأن تهامي تركه له رهنا لقاء مبلغ من المال صرفه في شراء الخمر ليلة اختفى. لاحظ الضابط أن الشاب كان يبدو مضطربا كلما سأله عن تهامي، ولذلك قرر أن يسوقه إلى مقر الدائرة لمحاولة استجلاء سر اضطرابه ذاك. ولكنه مرة أخرى اصطدم بمشكلة الفرناتشي الذي يجب أن يكون فيه من يتولى الحفاظ على النار متأججة. تم الاتصال بصاحب الحمام، ولما حضر لاحظ أن يوسف قام بتكديس كمية كبيرة من الحطب في بيت النار، فساءه ذلك وصرخ في وجه الشاب يتهمه بالتبذير. كان صاحب الحمام قد اصطحب معه من يعوض يوسف، وقد أمره صاحب الحمام بأن ينزع الأخشاب التي لم تنلها النار. لما باشر الرجل ما يطلب منه فوجئ بوجود ما يشبه هيكلا عظميا في عمق بيت النار. قفز من الحفرة مذعورا، قال بأعلى صوته إنه يرفض العمل. اتصل الضابط الممتاز شكيب الأنجري برئيسه وطلب منه تعليمات. كان المقصود أن يوقف استعمال الحمام إلى حين التحقق مما قاله عامل الفرناتشي الجديد من وجود بقايا جثة بشرية في بيت النار. أبلغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية نيابة العامة بالأمر وطلب حضور رجال المطافئ لإخماد النار المتأججة في بيت النار، مع الحرص على عدم إتلاف ما اعتقده عامل الفرناتشي بقايا بشرية. أخلي الحمام ممن كان فيه من الزبناء، وقام رجال المطافئ بإخماد النار وتمكنوا من إخراج الجسم موضوع السؤال. لم يكن هناك من شك، فقد كانت بقايا جثة آدمية أتت النيران على معظم ما كان بها من لحم وجلود، وبقي منها مع ذلك ما يتيح تحديد هويتها.
في الحفرة التي يقف فيها خازن النار تم العثور على ملابس وآثار دم وسكين حادة. تم حجز كل ذلك ونقلت بقايا الجثة المتفحمة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية ومعها بعض آثار الدم. سيق يوسف العوري إلى المفوضية لتعميق البحث معه. أكد رئيس المختبر العلمي أن البقايا لإنسان، وطالب الشرطة القضائية بالبحث عن قريب محتمل للقيام بتحليل جيني. هكذا أخذت عينة من دم عائشة الساجني شقيقة تامي المفقود وأرسلت على عجل إلى المختبر. لم تتأخر النتيجة وجاءت مؤكدة وبنسبة 99.99% أن بقايا الجثة هي لتهامي شقيق عائشة. أكدت نتائج تحليل المخبر أن عينة الدم التي التقطت من حفرة الفرناتشي هي لشخص ثالث. أخذت عينة من دم المشتبه فيه الوحيد في هذه القضية يوسف ونقلت إلى المختبر، فتبين أن الدم دمه. صار ضروريا الآن استنطاقه. أبدى الشاب تعنتا وعنادا، كان يصر على إنكار كل صلة له بقتل التهامي ثم إحراق جثته. لم يصمد لأكثر من 3 ساعات وانهار حينما طوقته أسئلة الباحثين. انطلق في اعترافاته من يوم تعرض لاعتداء جنسي وهو في 14 من العمر. قال إنه كان مصمما على أن يضع حدا لنظرات الآخرين إليه التي كان يحركها الطمع في الاعتداء عليه جنسيا. قال إنه سعى إلى تكوين رصيد من المال، ولذلك تاجر في كل الممنوعات من مخدرات ومسكرات. قال إنه كان يروج الماحية، كانت تجارته رائجة خلال أيام موسم ربيع عمران ذي وزان الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من اليهود قادمين من مختلف أنحاء المغرب والعالم. عدا تلك الأيام كان يضطر إلى التجول في أرجاء وزان لتصريف بضاعته المحرمة. يحكي يوسف في اعترافاته أنه استوقف ذات مرة من قبل شاب قرب حمام مولاي تهامي، طلب منه قنينة من شراب الماحية، ثم قبض الثمن من صاحب الفرناتشي الذي لم يكن له به علاقة والذي دعاه لينضم إلى الجلسة. كانت هناك طنجية وعدت من لحم البقر. بعد العشاء استمرت السهرة إلى وقت متأخر من الليل. قال يوسف إنه لم يدري الذي حدث بعد ذلك، وفي الصباح لمس أنه تعرض لاعتداء جنسي. هاجم على التهامي يريد الانتقام، ولكنه تمكن من الإفلات وأخرج هاتفه النقال وعرض عليه ما تم تصويره. تم تصوير الاعتداء الجنسي الذي تعرض له. قال إن التهامي أبلغه بأنه سلم نسخة إلى شخص آخر، وأن كل محاولة للانتقام سيكون مقابلها نشر ما تم تصويره في كامل وزان. قال يوسف إنه منذ ذلك الحين لازم التهامي، صار مساعدا له، ولم تكن غايته سوى اقتناص اللحظة المناسبة للانتقام. ثم جاءت الفرصة. كان التهامي سكرانا ثملا. اعترف في سكره أن مسألة نسخة التصوير لم تكن سوى خدعة. اعترف يوسف أنه لم ينتظر، أخذ السكين ووجه إليه طعنة جهة القلب. لما بدأ يصرخ خنقه بيديه إلى أن مات. ظل في مكانه إلى أن خمدت النار. وقتها حمل الجثة وأدخلها بيت النار، ثم وضع عليها الحطب وأضرم الكومة. ظلت مشتعلة ما بقي من الليل. طال الانتظار ولم تختفي الجثة كاملة كما كان يظن. قال إنه كان ينوي ألا يبرح الفرناتشي حتى يمحو كل أثر للجريمة. لم تكن جريمته كاملة لسبب بسيط، لا توجد جريمة كاملة. بعد انتهاء التحريات تم تقديم يوسف العوري إلى الوكيل العام للملك بتهمة القتل العمدي والسرقة.